سبتني ومشيت، فانا بورتو كان مهتم باحمد ابو الفتوح. دي حقيقة. عايز اعرف بالظبط ايه اللي حصل، ليه احمد ابو الفتوح مش متواجد في بعد ما تالق مع المنتخب الاولمبي، يمكن كمان موجود في المنتخب الاول، فدي هتسهل عليكم انه يبقى طبعا موجود الفتره اللي جايه طبعا. في اوروبا. قولي الاول موضوع بورتو، وهل دلوقتي الفيجن بتاعكم اختلفت بعد ما لعب على المنتخب طبعا. الاول ولا لا؟ في البدايه اصلا كانت من البطوله بتاعه افريقيا للشباب اللي هي 23 سنه، كلمني الشريك اللي معايا بره، البارتنر بتاعنا بره في جيست 11، كلمني قال لي في لعيب يعني رقم 20 كان الباك ليفت بتاع منتخب مصر، الناس بتكلمني عليه والسكاوتنج بيسالوني عنه وكده. فاتكلمنا مع فتوح، انت وطبعا اي لعيب في مصر بيبقى يعني امنياته ان هو يطلع بره. قعدنا معاه واتكلمنا واتكلمت مع الراجل، قال لي خلاص انا يعني ان شاء الله هعمل بوش في الموضوع. كان بورتو مهتم بيه جدا، وقال لي طب اسال الناس بتوع الزمالك. كلمنا اسلام، كلم كابتن اسماعيل يوسف وقال له يا كابتن اسماعيل حضرتك عايز ايه في فتوح عشان نقدر نتحرك، لان الناس بره بتبقى ليها برضو سقف في الارقام شويه. عمر انت فاهم، زي ما انا قلت لك قبل كده ما يقدرش يدفع الارقام اللي بنسمعها اكتر بلد اوفر ريتد في اسعار اللعيبه حتى بعد الكورونا. يعني بعد الكورونا والله الناس اللي عايزه العظيم. تبيع، الناس اللي عايزه تبيع تبيع بفلوس كتير قوي، واللي عايز يشتري يشتري بفلوس قليله قوي. عايز يشتري بعد الكورونا، واللي عايز يبيع يبيع قبل طب الكورونا. كملي عشان هسأل سؤال تمام الاسلام اللي جاي ده ليه علاقه بحته الفلوس. تمام. ففتوح بعد كده لما كلم اسلام، كلم الكابتن اسماعيل قال له رقم كده، واشتغلنا على القصه بتاعت فتوح شويه. بس الفكره ان هم هناك بره بيبقى زي ما اسلام قال لك في 48 سكاوتنج في بورتو مثلا، فيعني مش واحد بس اللي بيتابع فتوح، 48 واحد، وبيبقاش فتوح بس، بيبقى فتوح و10 تانيين مثلا في المكان ده، لان هم عندهم بلان للمستقبل شويه. يعني انت عندك اي لعيب في بورتو بيبقى برشلونه ريال مدريد بيبقى راح لحته بعيده شويه، فما بياخدوا لعيب بيبقى معايير معينه وفلوس معينه. ففتوح لما اتكلمنا مع بورتو قال لك لا انا يعني راحوا الحته شويه ان هم راحوا جابوا حد برازيلي باك ليفت برازيلي بفلوس اقل، ويمكن انا وجهه نظري فتوح افضل، بس هم شافوا بقى بالظبط كده الفلوس كانت هي المشكله بالظبط. ده بالنسبه في البورتو. فالموضوع وقف، وكانت كمان ساعتها فتره الكورونا، فالموضوع بقى بعد الكورونا وقف خالص. الفتره دي طبعا سهلت لنا حاجات كتير، ان هو خلاص مع الفريق الاول الحمد لله مع المنتخب الاول. يعني بتديني حته كده محدش يعرفها. والله هو في ناديين بيتابعوه ربنا يكرم، يعني ان شاء دوري الله ايه طيب؟ دوري ايطالي ودوري برتغالي، بس نادي تاني غير بورتو يعني. هو ما فيش بورتو سبورتنج لشبونه بنفيكا. وفي نادي كمان تقريبا. في نادي كمان بس مش براجا. براجا بس براجا مش هيدفع الفلوس. براجا ممكن تدفع الفلوس. يعني ممكن. ممكن. يعني ممكن يدفع 3 4 مليون يورو؟ هو ده المبلغ يعني ما يبص 3 4 مليون يورو عشان تاخد فتوح 3 4 مليون يورو، يعني الرقم هو فتوح، انا وجهه نظري فتوح يساوي ارقام كبيره جدا. انا مع الناس ان نادي الزمالك لازم يطلب ده لو وصلوا 3 4 مع كامل الاحتراف. بس هما بيبصوا الموضوع ما بيبقاش من نظره فلوس بس، من نظره ان انا هدفع فيه 3 4 مليون. هما بلان ليهم ان فتوح مش هيبقى في براجا، براجا بعد كده او بورتو بعد كده يروح حته تانية، فانا هكسب فيه ايه وهعمل ايه معاه؟ هي في حاجات كتير قوي، يعني معايير كتير قوي في موضوع اللعيبه بره دي. واحنا ما بدانا الشغل اصلا كنا يعني هو ده طموحنا ان احنا نعمل حاجه بره مصر. يعني بدانا الشغل ده كنا نفسنا نعمل حاجه بره مصر. والله انا مقتنع اسلام ان النادي الاهلي والزمالك يستفيدوا من اللعيبه بالنكست ترانسفير، ان هو لو نادي يدفع مثلا هو طالب 8 او 10 في لعبه، دي ارقام اعتقد ان هي مبالغ فيها طبعا. فعشان كده عايز اسالك الاول، اغلى لاعب في مصر انت شايف يسال كام يورو؟ يعني كام مليون يورو لو انت تتكلم على لاعب بيطلع من مصر لاوروبا؟ عشان ده رقم انا عايز اعرف انا صح ولا انا غلط في التفكير اللي انا بفكر فيه. تمام. ما هو عشان تيجي تطلع لعيب من مصر لاوروبا اولا لازم يكون سنه صغير، يعني متفق معاك 100%. فدي اول حاجه، لان هو الناس بتبص له بس زي عايزك تقول سن صغير ده اللي هو كام، عشان الناس فاكر ان هو 24 و25 25 ده صغير. سن صغير ده انت بتتكلم من 18 ل 21 ماكسيمم. يعني الناس تتكلم على 23 24 ده لعيب صغير في السن لسه. 23 24 ده علشان يطلع 50 وهيخلص خلاص، علشان يطلع اوروبا وهو 23 24 سي مثلا زي قفشه، لازم تكون انت عامل انجازات ومحقق ارقام كبيره جدا، لاعب ماتشات كتير جدا برضه. بس ده هيخلي عندك عقبه مقابل المادي. مقابل المادي طبعا بالظبط. فخلينا نتكلم مثلا في اللعيبه اللي هي من 18 ل 21 22 في الرينج ده، لو انت هنا في الوقت ده حظك حلو واتيحت ليك الفرصه انك تلعب فيرست تيم مع اي نادي في مصر، وبقول حظك حلو لان الموضوع في مصر هو بس اتحسن عن زمان كتير. يعني انت عارف انت من 10 سنين ما كانش لعيبه تطلع فريق اول غير وهي خلاص في اخر يوم ليها مع فريق الشباب. دلوقتي انت عندك 2000 واحد بيلعبوا كلهم فريق اول منتخب الشباب. طبعا بس برضو طبعا مش اكيد مش الدرجه برضو كبير عمر زي ما انت يعني في وفي يعني مثلا الزمالك
عندك احمد عيد، احمد عيد، وسام فيصل، حسام اشرف، اللعيبه اللي بتلعب اساسي، يمكن اللعيبه اللي اخذت في الاهلي عربي بدر، ابراهيم عادل في بيراميدز انتصر الدنيا، طبعا ابغاني في الاتحاد، محمد صابر النجوم راح عار البيراميدز السنه دي. فاحنا بنتكلم على ان اللعيبه فرصها دلوقتي، انا بتكلم على جيل 2001 اكيد، مش جيل 99 طبعا، ولا جيل 2000، فاهم قصدي؟ اغلى لاعب في مصر لو انت بتتكلم على هم الناس بتقيم هنا في مصر الفلوس ازاي، يعني اغلى لاعب يدفعوا فيه ايه؟ بص، هو احنا هنا في مصر بنقيمها على حسب ده جاي له ايه. فهنا مثلا تيجي تكلم اي نادي من الانديه فيقول لك قول لي بس اسم النادي وانا اقول لك انا هاخد كام. طب هي ملهاش علاقه باسم النادي. ممكن تتحكم لو جاي له مثلا ريال مدريد فانا هطلب رقم كبير، ولو جاي له نادي صغير في الدوري سي البرتغالي لا هطلب رقم قليل. بس هم بره مش بيقيموها كده، هم بره الناس زي ما قلت لك في سكاوتنج بيشوف اللاعب ده لعب كام ماتش، اللاعب ده على مدار الموسم ادى ازاي، اللاعب ده بروميسنج وهيقدر يفيدهم بعد كده ويبيعوه ويكسبوا فيه بنسبه قد ايه. في لعيبه ممكن لو ما شاركتش كتير او ما شاركتش اصلا فيرست تيم بس باين ان هي بروميسنج من ماتشاتها مع الناشئين او منتخبات الناشئين، بتضطر ان هي تروح ترايل فتطلع تجرب فتره معايشه مع الفريق اللي انت رايحه في اوروبا علشان لمده 10 ايام اسبوعين علشان يشوفوا هو هيقدر يأدي بنفس الاداء اللي بيأديه مع فرق الناشئين في مصر هناك مع الفرق بتاعتهم في اوروبا ولا لا. وهنا يبداوا يقيموه ويشوفوا يقدروا يدفعوا فيه كام. وهم بصراحه بره بيبقوا الارقام اللي بيعرضوها ارقام منطقيه جدا، احنا هنا بنبالغ شويتين علشان بنبص مثلا لو لعيب عندي في نادي في مصر وجاي له مثلا اهلي زمالك بيراميدز، فالاهلي زمالك بيراميدز هيدفعوا فيه 20 مليون. 20 مليون دي بره يعني بتتكلم مثلا في مليون و200 الف دولار، فمليون و200 الف دولار في لعيب مثلا عنده 19 20 21 سنه، بس ممكن في خلال العمر دول ال21 سنه لاعب قد ايه، مثلا كم ماتش مع فيرست تيم، ممكن تلاقيه لاعب موسمين وفي الموسمين شارك مثلا 10 15 ماتش. انا بحسبها ازاي؟ بحسبها العكس، لما لعيب يجي له عرض من مصر ويطلب او يطلبوا فيه رقم كبير اقول يعني مثلا تريزيجيه راح من تركيا لاستون فيلا بكام، وتريزيجيه كان واخد احسن لاعب في الدوري التركي ومكسر الدنيا وبص مبهدل الدنيا، طلع هتلاقيه طلع بمبلغ ممكن يكون اقل من الرقم اللي بيطلب من الانديه المصريه، لاعب من دوري مصري بالزبط. مع احترامي يعني لما انت تكون جاي من اوروبا غير لما تكون جاي من الدوري المصري، اصل دي مشكله يعني بتقابل اللعيبه الصغيره في السن مع ادارات الانديه. احنا هنا كمان انا مقتنع ان المنتخبات يعني كواليتي اللاعب لازم الانديه تسيب شويه حته اللعيبه تسافر بره، صح طبعا عشان خاطر هتساعد المنتخب جدا. طيب الاهلي عنده مشكله في الباك رايت، فكان في كلام مع علي فوزي لاعب ام بي ولا لا؟ بصراحه يمكن كان في كلام من فتره كبيره بس دلوقتي ما فيش كلام الصراحه، بس يعني علي فوزي لما تيجي تتكلم عليه لازم يعني لما تيجي تتكلم على الباك رايت في مصر الاهلي او الزمالك لازم ترشح علي فوزي، يعني علي عامل ارقام كويسه جدا. بقول لك كام علي؟ علي دلوقتي 28 سنه بسم الله ما شاء الله، بس يعني بتكلم على لسه قدامه شويه حلوين يعني. طبعا وارقامه يعني احنا على طول بنجيب ارقامه من انستات نمبر، ارقامه كويسه جدا يعني. فعلي بقى له 3 سنين هو الباك رايت الاساسي للنادي انبي. لو الناس بس يمكن يعني ركزت شويه مع علي وشافت مش هقول بقى فيديوز والهايلايتس، لا شافت الماتشات بتاعته على مدار الكام سنه دول، علي بيتطور واحنا بنشوف ده بقى من خلال زي ما عبد الرحمن قال في موقع اسمه انستات، ممكن انت عارفه اكيد عمر، انستات سكاوت ده موقع انستات انت بالظبط بيحللوا اداء